مادة تاريخ مصر الفرعونية 2 الفرقة الثانية قسم الإرشاد السياحي. موضوع المحاضرة النهاردة هنتكلم عن الدولة الحديثة. والدولة الحديثة هي الفترة اللي جت بعد عصر الدولة الوسطى. وطبعا الدولة الحديثة هي بتمتد الأسرات من الأسرة الـ18 إلى الأسرة الـ20. وهنجد في الفترة دي كان في تقدم وازدهار في شتى مجالات الحياة في مصر، وبتعتبر الدولة الحديثة من أزهى عصور مصر التاريخية. طبعا هو بعد تحرير مصر من الهكسوس على يد أحمس، طبعا واللي استطاع ان هو ينجح في القضاء على الهكسوس، وبعد الدور اللي قام بيه كل من كاموس في حرب التحرير وسقن الرع، الا ان النصر النهائي تم على ايد الملك أحمس، واللي اعتبره مانيتن اول وعلى رأس الأسرة الـ18 أول أسرة في الدولة الحديثة. وبالنسبة لأحمس فهنجد ان هو بعد ما استولى على أورايس عاصمة الهكسوس في شرق الدلتا، وكذلك الحصن الذي تحصنوا فيه في جنوب فلسطين واللي هو اسمه حصن شاروهين، واتجه بعد كده جنوبا وعمل على إعادة النوبة إلى أملاك مصر، وعين لها حاكما لقب بلقب نائب الملك حاكم كوش. وطبعا كان نائب الملك حاكم كوش في الفترة دي هو المسؤول عن إدارة كوش أو إدارة جنوب النوبة أو النوبة أمام الملك، واتخذ طبعا النوبة مكان أو مقر له. هنجد أيضا إن أحمس أخذ في بناء المعابد واللي هي كانت تهدمت على إيد الهكسوس في الفترة اللي قبليه في طيبة كعاصمة البلاد، وأصبحت طيبة أو أبقى على طيبة كعاصمة للبلاد، وأيضا أصبحت مركزا دينيا رئيسيا. فهنجد أن طيبة كعاصمة أو كمركز ديني ورئيسي أصبح الإله أمون هو يعني أضيف إلى اسم إله الشمس القوي رع، وأصبح إلها قويا بيجمع بين صفاته وصفات إله الشمس، وأصبح الفترة دي هو أمون رع ملك الآلهة، وأصبح أمون الإله إله الدولة الرسمي. وبالتالي أصبح معبد الكرنك هو أغنى معابد مصر على الإطلاق. وطبعا هنجد أن ما يلفت النظر في هذه الأسرة اللي هي الأسرة الـ18 أو بداية الأسرة الـ18 أن كان في دور واضح للمرأة في الفترة دي أو سيدة القصر في هذا الفترة في هذه الفترة، و الدور ده بيبين مدى النفوذ اللي تمتعنا بيه السيدات في هذه الفترة، والدليل على ذلك ما فعله ملوك هذه الأسرة لتخليد أسماء أولئك السيدات. ومن أهم ملكات هذه الفترة كانت اللي هي الملكة تيتي شيري، وهي جدة الملك أحمس، والذي ظل وفيا لها وترك لها لوحة تقص علينا مدى وفاء الحفيد لجدته،
وتصور اللوحة الملك يجلس إلى زوجته وكأنهما يفكران فيما يستطيع عمله للأسلاف أو للأجداد. وكذلك هنجد أن الملك برضو بيمجد والدته اللي هي حتب، وأن هي كان بيظهر أنها كانت بتلعب دور هام في حرب التحرير، وكان لها مركز قوي أيام حكم ابنها، وقد ترك لها لوحة في الكرنك أيضا. كذلك هنجد أن الملكة نيفرتاري اللي هي تزوجت من كاموس، هنجد برضو أن هي كان لها مركز مرموق بين سيدات الأسرة، وظل نفوذها كبير في أيام أمنحتب الأول اللي هو ابنها. بعد كده هيجي في الأسرة هيبقى الملك أمنحتب الأول. بالنسبة لأمنحتب الأول فهنجد إن هو بعد وفاة أحمس جه أمنحتب الأول، والذي كان في الفترة دي شاب صغير، وعاونته مامته اللي هي أحمس نفرتاري في تصريف شؤون البلاد، وقدرنا نعرف من مقبرة أحد القادة قادة أحمس اللي هو اسمه أحمس ابن أبانا إن الملك قد خرج على رأس جيش ليؤمن حدود البلاد، وأيضا إن هو اطمأن عليها لأن الفترة دي كانت فترة هادئة، وأيضا استطاع إن هو يوجه اهتمامه إلى شؤون البلاد الداخلية، وزاد من أعمال التعمير، ونعمت البلد في عهده بالاستقرار والرخاء. هنجد أيضا إن أمنحتب الأول شيد، هلاقي ان هو كمان شيد مقصورة من المرمر في الكرنك، واستعملت احجارها فيما بعد في اعمال البناء في المنطقة، وجمعت مرة ثانية وعاد بناء المقصورة من جديد في المتحف المفتوح بالكرنك. وايضا هنجد ان هو كان بيعامل الرعية معاملة جيدة، وايضا عمال الجبانة في الطيبة كانوا يحبون هذا الملك ويقدسونه ويقدمون له الكرابين بعد وفاته، مما يدل على يعني حبهم الشديد له، وكان ان هو معاملته جيدة لهم. الملك اللي بعد كده اللي هنتكلم عنه هو الملك تحتمس الاول. بعد ما توفي أمنحتب الأول واللي لم ينجب ابنا يخلفه على العرش، هنجد انه تولى تحتمس الأول العرش حوالي عام 1504 قبل الميلاد، وهو يعتبر ابنا لأحد زوجات أمنحتب الأول، وكان هو بينتمي للبيت المالك، و لكن ما كانش ابنه، يعني هو كان له صفة الشرعية في الجلوس، لم يكن له صفة شرعية للجلوس على الحكم، وتزوج بإحدى اللي هي الأبناء التي تحمل أو يجري في عرقها الدماء الملكية. وبعد كده هنجد إنه الملك برضو كان من أعماله أو هو بدأ إن هو يتفقد حدود مصر الجنوبية، وتوغل إلى أن وصل إلى منطقة الجندل الخامس، وأصبحت أيضا مدينة نباتة ضمن الحدود المصرية، وعين حاكم هناك اللي هو يعني برضو كان اسمه ابن الملكي لكوش. ومن الفترة دي وبدأت إن بلاد النوبة وشمال السودان تتصبغ بالصبغة المصرية، حيث أن الثقافة والحضارة في تلك الفترة
بدأت إن هي يعني تنتقل لهم الثقافة المصرية والحضارة المصرية، وبدأت إن هي تختلط أو يعني تقدر تغطي على الفترة بتاعتهم أو الثقافة بتاعتهم. بعد كده هنجد إن هو برضو تحتمس الأول قام بحملة إلى فلسطين وسوريا، ووصل إلى نهر الفرات في العراق. و بعد كده هنجد ان هو ازدادت اعمال البناء في عهده في جميع انحاء البلاد، فهنجد ان هو رمم معبد امون رع بالكرنك، و ايضا هلاقي ان هو قام بإعادة بناء كثير من حصون النوبة، وقام بحملات أيضا تجارية إلى قام بعض الحملات التجارية وبعض الحملات اللي هي التأمين الطرق لبلاد الشام. في عهده هنجد انه البلد قد حدث فيها يعني البلد نعمت بالاستقرار وبالامن، في عهده وبعده بعد ما مات تحتمس الأول جلس على عرش مصر من بعده الملك تحتمس أو أكبر أبنائه وهو الملك تحتمس الثاني، وبرده علشان يأكد إن هو شرعيته للحكم تزوج من حتشبسوت اللي هي كانت أخته، و كان في بداية عهده قامت بعد الايه حدث بعض الثورات في بلاد النوبة، ولكنه استطاع ان هو يقضي عليها، وقام ببعض الحملات التأديبية ضد بدو جنوب فلسطين لتأمين حدود البلاد الشرقية، وبالتالي تأمين مناطق مناجم النحاس بشبه جزيرة سيناء. ولكن فترة حكم تحتمس الثاني هنجد ان هي لم تستمر طويلا. هنجد ان الفترة الملك تحتمس الثاني ما استمرش في الحكم كتير، واللي جاء بعد كده ابنه تحتمس الثالث، ولكنه كان لازال صغيرا فقامت بالوصاية عليه زوجة ابيه الملكة حتشبسوت. ولكن هي بعد حوالي عامين من الحكم هنجد ان هي لقبت نفسها بالالقاب الملكية، وابعدت تحتمس الثالث عن العرش، وعاونها في ذلك بعض رجال الدولة ومنهم حابوسنب، وكان بيشغل وظيفة كبير كهنة أمون بالكرنك. كذلك أيضا برضو لساعدها على إن هي تاخد الحكم أيضا المهندس ورجل الإدارة الشهير اللي كان في الفترة دي اسمه سنموت، وأيضا هو اللي أشرف على تربية تحتمس الثالث في الفترة دي، وبرضو سنموت هو اللي صمم المعبد الخاص بحتشبسوت وهو معبد الفدير البحري، طبعا هو معبد مشهور. طبعا معبد الدير البحري مشهور جدا ومعروف، واللي صممه لها هو طبعا خاص بالملكة حتشبسوت، واللي صممه لها المهندس سنموت في الفترة دي. وطبعا يعتبر
من اهم المنشآت واعمال الايه حتشبسوت. هنجد طبعا هي ان حتشبسوت طبعا بالاتفاق مع كبير كهنة امون بالكرنك و ككبير الكهنة في الفترة دي كانت لازم تبين للشعب او تؤكد شرعيتها للحكم وانها مختارة من الاله امون رع وان هو اللي اختارها علشان تحكم البلاد. فطبعا بمساعدة كبير كهنة امون بدأ ان هي تختلق او بتختلق قصة ان هي ابنة الاله امون رع وان هو اللي اختارها لحكم البلاد، وسجلت هذه القصة على احد جدران المعبد معبدها بالدير البحري. وايضا هنجد من المناظر الهامة اللي كانت موجودة في معبد الدير البحري هي مناظر الرحلة البحرية اللي ارسلتها الى بلاد بونت لجلب بعض منتجات من هذه البلاد زي البخور والاشجار لزراعتها في مصر. وايضا هنجد ان المناظر بتصور بلاد بونت كانت في الفترة دي بتعتبر مصدر هام لدراسة هذه البلاد واللي كانت معروفة للمصريين منذ عصر الدولة القديمة. وبيغلب الظن ان منطقة او بلاد بونت هي اللي بتقع على منطقة بوغاز باب المندب وبتشمل اليمن من ناحية والصومال وارتيريا من ناحية اخرى. طبعا من اهم اعمال الملكة حتشبسوت هي معبد الدير البحري طبعا والمسلتين اللي اقامتهم في معبد الكرنك او في الكرنك والتي لا تزال واحدة منهم باقية بتحكي عن مدى تاريخ هذه الملكة. وايضا هنجد انها شيدت لنفسها هيكلا في بني حسن منطقة بني حسن بالمنيا، والهيكل ده معروف باسم استابل عنتر. وايضا شيدت في جزيرة الفنتاين في اسوان ثلاث مقاصير في معبد الاقصر. هنجد ان حتشبسوت بتعتبر سيدة عظيمة وتمكنت باقتدار من انها تحكم مصر بجدارة، وفي عهدها هنجد ان البلاد نعمت بالامن والاستقرار في فترتها بشكل كبير. وطبعا لكن طبعا يؤخذ عليها ان هي يعني في الفترة دي كانت بتعامل تحتمس الثالث بشكل سيء، وانها استطاعت ان تضعه في الظل طوال فترة حكمها بشكل كبير. بتعتبر حتشبسوت من قليلات يعني السيدات القليلات في العالم القديم التي استطاع ان هم يوصلوا لقمة الحكم او ان هم يوصلوا في قمة ادارة الحكم في بلادهم. وطبعا هنجد انها قد بذلت مجهود كبير لتقنع الرجال او الشعب في عهدها ان يقبل انه امرأة تحكمه، وادارت دفة البلاد باقتدار. فكانت طول الوقت طبعا ان هي دايما كانت تحاول ان تنسي الرجال بانها امرأة، فهنجد انها طول الوقت كانت بتظهر بشكل الرجل وتشير الى نفسها في يعني لما كان بيتكتب اسمها او القابها كانت بتحمل نفس ضمير المذكر وبتحمل نفس القاب الرجال. وايضا هنجد ان هي كانت كانت دايما بتحط يعني او بتحط اللي هي الفولس بير دي اللي هي بير اللي هي الذقنه المستعاره، كانت بتحطها عشان تتشبه بالرجال فتقدر تستطيع ان هي كانت طول الوقت كانت بتعبر عن نفسها بانها ذكر او بانها رجل كي تستطيع
ان تقنع الشعب او تقنع الرجال بانها تستطيع ان تحكمه، او انها بتنسيهم انها امرأة كي يقتنعون بذلك ويقبلوا فكرة ان امرأة تحكمهم. فكان طول الوقت بتظهر في هيئة الرجال، وكمان كانت بتبتدي الذقن المستعارة كالملوك بالظبط، وكانت بتعبر عن نفسها بضمير المذكر في الكتابات، وايضا بتحمل نفس القاب الرجال. كل ده من الاشياء اللي كانت بتحاول ان هي تثبت ان هي يعني او تنسيهم ان هي كانت امرأة. وكل ذلك يعني كان سواء ان هم اقتنعوا او لا في الفترة دي، الا انها كانت اللي عملته كل اعمالها وكل الانجازات اللي حصلت في عهدها كانت اكثر بكتير واعظم بكتير من معظم او من بعض الملوك الرجال في الفترة دي، لان طبعا في فترتها كانت مصر بتنعم بالرخاء وبالاستقرار بشكل كبير. في بعض الاعمال الانشائية اللي تم انشائها، طبعا اهمهم معبد الدير البحري، هي مشهورة جدا بيه، وكان يعني هو معبد حلو جدا في الفترة دي، و يعني نموذج معماري رائع. و ايضا هنجد ان هي كانت ارسلت كمان البعثات التجارية او البعثات اللي جابت اللي هي لبلاد بونت، وقدرت ان هي تجيب من هناك بعض البضائع، وايضا البعثات لمناجم الذهب. كل دي اعمال جيدة جدا، و يعني تفيد انها استطاعت ان هي تحقق دورها كملك، وان هي تثبت وجودها بشكل كبير. الفترة الاخيرة من حكم حتشبسوت ما كانتش واضحة قوي، ويبدو انه حدث بعض الاضطرابات الداخلية والخارجية، وان في بعض القلائل في سوريا في الجنوب ايضا عملوا بعض الاضطرابات. ونهاية الملكة حتشبسوت لم تكن واضحة، هل هي ماتت ميتة طبيعية ام انها تم قتلها، سواء كان من على يد تحتمس الثالث او احد اتباعه، ولكن يبدو انها لم تمت ميتة طبيعية، حيث لم يعثر لها على مومياء في مقبرتها في وادي الملوك. فطبعا ما فيش حد، او احنا مش متأكدين من انه هي ماتت موتة طبيعية، او انه حد قتلها او تم اغتيالها او مؤامرة ضدها للتخلص منها. ولكن باي حال من الاحوال هي ملكة عظيمة، نتج يعني اعمال كتيرة في عهدها، نعمت مصر بالاستقرار و الرخاء في عهدها بشكل كبير. يعني واستمرت مصر في الازدهار في عهدها، ونتج اعمال معمارية رائعة برضو في عهدها. فطبعا لا نستطيع ان نغفل دورها في التاريخ المصري في الدولة الحديثة، ولكن بموتها قدر بعد كده ان هو ياخد الحكم تحتمس الثالث، وكده يبقى الجزء الخاص بالمحاضرة النهاردة خلص. هنراجع سريعا اللي احنا خدناه النهاردة. النهاردة احنا اتكلمنا عن الدولة الحديثة، والدولة الحديثة انا قلت لكم ده العصر، كان الفترة دي كانت مصر بتنعم بالاستقرار والازدهار والتقدم في جميع المجالات، وقد ايه هي كان الفترة دي معماريا واقتصاديا كانت الدولة كانت كويسة جدا، او في مرحلة مزدهرة جدا.
طبعا الأسرة أو الدولة الحديثة بدأت بالأسرة الـ18، هي من الأسرة الـ18 للأسرة الـ20، بدأت من الأسرة الـ18 بعد تحرير مصر من الهكسوس على يد أحمس، ومن قبليه كاموس، ومن قبليه ثقن رع، اللي هم كانوا في حربهم ضد أو كفاحهم ضد التحرير، لغاية لما استطاع الملك أحمس الأول إن هو يحرر مصر من الهكسوس، وبتحريره للهكسوس مانيتون حطه على أول أو على رأس أول أسرة في الدولة الحديثة، وهي الأسرة الـ18. والأسرة الـ18 هي بتتكون من حوالي 14 ملك، وهم أحمس الأول وأمنحتب الأول وتحتمس الأول وتحتمس الثاني والملكة حتشبسوت، وبعدها تحتمس الثالث أمنحتب الثاني، تحتمس الرابع أمنحتب الثالث وأمنحتب الرابع، وسمنخ كرع وتوت عنخ أمون وآي، وآخر ملك هو حور محب. ده ملوك الأسرة الـ18 من الدولة الحديثة. وإحنا اتكلمنا النهاردة عن أحمس الأول ودوره في النصر على الهكسوس، وإن هو استطاع إن هو يستخدم العجلة الحربية في القضاء على الهكسوس، وإزاي إن هو كان من الأشخاص اللي هو بعد كاموس وسكن راع في كفاحهم ضد الهكسوس، ولكنه استطاع إن هو يقضي عليهم واستولى على عاصمة الهكسوس في شرق الدلتا، وبعد كده استطاع ان هو يقضي عليهم في حصن شاروهين، واستطاع ان هو يعيد النوبة من املاك مصر ويضع عليها نائب حاكم الملك في حكم الكوش او كوش اللي هي في جنوب النوبة. وهنجد ان هو برضو قام ببناء المعابد اللي هي قد تهدمت، وابقى على طيبة كعاصمة للبلاد. وايضا خلى الاله الرئيسي هو الاله امون رع. وحنجد ان دور المرأة في عهده كان كبير جدا، واهتم بان هو يذكر اسماء السيدات اللي هم جدته ومامته بشكل كبير. وايضا اللي بعد كده جه هو الملك امنحتب الاول، وده كان ابن احمس وهو اللي خلفه على العرش. وهنجد ان مامته اللي هي احمس نفرتاري قامت بان هي تقدر ان هي تعاونه في تصريف شؤون البلاد، وزاد من اعمال التعمير في البلاد، ونعمت البلاد في عهده بالرخاء والاستقرار. الملك اللي جاء من بعده هو تحتمس الاول. دي صور الملك امنحتب الاول. بالنسبة لتحتمس الأول هنجد ان هو تولى الحكم بعد أمنحتب الأول الملك تحتمس الأول، وهنجد ان هو برضو قام بتفقد حدود مصر الجنوبية وتوغل الى منطقة الجندل الخامس، وهنجد ان هو ارسل حملة الى فلسطين وسوريا، ووصل لنهر الفرات بالعراق، وايضا ازدادت اعمال البناء في عهده في جميع انحاء البلاد. واللي خلفه بعد كده على العرش كان الملك تحتمس الثاني، وبيعتبر كان هو يعني من احدى زوجات ابوه الثانويات، فتزوج من حتشبسوت لكي ايه يصبح الملك الشرعي على البلاد، وقامت في عهده بعض الثورات، ولكنه استطاع ان يقضي عليها، واستطاع تأمين مناطق مناجم النحاس في شبه جزيرة سيناء،
ولكن فترة حكمه لم تستمر طويلا، والمفروض ان هو كان هيتولى الحكم بعديه الملك تحتمس الثالث، ولكن في الفترة دي كان صغير، فكانت قامت بالوصاية عليه زوجته حتشبسوت، واللي هي كانت زوجة تحتمس الثاني، واستطاعت ان هي بمساعدة كبير كهنة امون بالكرنك، حابو سنب والمهندس ورجل الإدارة سنموت، ان هي تستولي على او ان هي تقدر ان هي تثبت شرعيتها على حكم البلاد، وتصبح هي الملك او ملكة ايه مصر في الفترة دي. وكان لها اعمال كتير، منها معبد الدير البحري، وايضا الرحلة البحرية او المناظر اللي كانت على معبد الكرنك اللي بتقول او بتؤدي الى بتظهر او بتبين الرحلة البحرية اللي ارسلتها الى بلاد بونت لجلب منتجات البلاد من بخور واشجار. وايضا عملت مسلتين في الكرنك وهيكل في بني حسن، ونعمت البلد ايضا في عهدها بالامن والاستقرار. وهنجد ان هي ان هي تمثلت في شكل الرجال وحملت القاب الرجال، وعلشان ان هي تقدر تبين للشعب انها يعني ايه قادرة على حكم البلاد، وتنسي ان الشعب ان هي يعني امرأة، فكانت تتشبه به الرجال في المظهر وفي حتى ضمير المذكر اللي كانت بتضعه في كتابتها. ده كده الجزء الخاص بالمحاضرة النهاردة. انت ممكن يجي لك سؤال في الفترة دي عن اتكلم عن حتشبسوت، او اتكلم عن الفترة اللي هي الدولة الحديثة كيف بدأت، وازاي بانتهاء او بتحرير مصر من الهكسوس بدأت فترة جديدة في عهدها وهي فترة الدولة الحديثة. كل ده هيبقى اجابته هو الجزء الخاص بمحاضرة النهاردة. يا رب تكونوا استفدتوا. اي حاجة، اي سؤال، اي استفسار تقدروا ان انتوا تبعتوه، ان شاء الله انا هرد عليه. شكرا لكم.